وفقكم الله. في سؤال آخر يقول: ما حكم صلاة الرجل في بيته خاصة الرواتب والسنن، وما الأصل في ذلك؟ صلاة الرجل النوافل في بيته أفضل من صلاتها في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ليس فيها صلاة، لأن الصلاة تنور البيت، تطرد الشيطان. فصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة النافلة في المسجد، وأيضا في ذلك إبعاد عن الرياء وإخفاء للعمل. أما صلاة الفريضة، صلاة الفريضة لا بد أن تكون مع الجماعة في المسجد، هذا واجب. كذلك صلاة التراويح، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هذه الصلوات تشرع لها الجماعة، يصليها مع الجماعة. نعم.